الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تعمل بوت على الفلاشة بعد ما شرحنا المرة اللي فاتت ازاي تعمل نسخة او تحرق نسخة على فلاشة. وقلنا مع السلامة كده للاسطوانات. اول حاجة انا بروح للجهاز بتاعي بركب فيه الفلاشة. بركب فيه الفلاشة عادي اهو كده، ركبنا الفلاشة تمام. بعد كده ببدأ اشغل الجهاز واضغط على F2 او delete. F2 او delete في الكيبورد على F2 او delete. بعد كده بتفتح لي اللوحة الام، طبعا ممكن يكون عندك بالشكل مختلف غير كده. انت تروح على حاجة اسمها بوت، لو عندك فيه شريط فوق في حاجة اسمها بوت. انا هنا اروح على درايفز تمام، واروح على بوت سيكونس. بعد كده هضغط انتر وهعمل بوت على الفلاشة او اليو اس بي بتاعتي. لو كان عندك حاجة تانية غير كده انت بتضغط على علامة زائد او بتضغط انتر على يو اس بي. بعد كده بضغط على F10 واعمل سيف. هيعيد معايا تشغيل الجهاز اوتوماتيك لوحده. وهضغط على F12 اللي هو في حاجة اسمها بوت منيو. بوت منيو تمام. بنزل تحت هنا هتلاقي في حاجه اسمها يو اس بي ديفايس. يو اس بي ديفايس ديت اللي هي الفلاشه اللي احنا حاطينها. انا اكبر عشان نقدر نشوف اهي. عندك في حاجه اسمها يو اس بي ديفايس. انا هنزل تحت كده عليها واضغط انتر. هنتظر لحد ما يعمل بوت على الفلاشه زي ما انت شايف كده. بضغط ماستره او اف او انتر عفوا كده. دخل معايا على طول على سيستم النسخه بتاعتي. وبكده اتمنى يكون الشرح عجبكم. اتمنى لو في حاجه مثلا تقدر تكلموني في كومنت هرد عليك ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.